لقد أجريت مع أخي فخامة الرئيس مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين. عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين بلدينا والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وتونس وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة ومنع تقويض الدولة الوطنية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ولقد عكست مداولاتنا مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في مباحثاتنا. وأكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية في البلدين، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري، والذي نأمل أن يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بيننا. كما بحثنا سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه بما يسهم في تعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين، خاصة وأن للثقافة دوراً مهماً في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة. واتفقنا على إعلان عام 2021-2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما. وتم التأكيد كذلك على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديداً على المنطقة وشعوبها. كما استعرضنا القضايا المطروحة على الساحة العربية مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية،